أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قرار اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام حربه ضد قوى الإرهاب حمل رقم 355 لسنة 2017 كما تشاهدون، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بهدف حشد الطاقات والمؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. يشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية وعدد من الوزراء، كما يضم أيضا عدد من الشخصيات العامة أبرزهم الدكتور علي جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور محمد صابر عرب علام والفنان محمد صبحي وهاني لبيب تدرس. يعمل المجلس وفقا لآلية منظمة أو منظمة تمكنه من الوصول لأهدافه، وذلك من خلال إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني المعتدل من مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب، وأيضا اقتراح تعديل للتشريعات القائمة كما تشاهدون. بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي والسعي لإنشاء كيان أقليمي خاص بين مصر والدول العربية، يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، كما أنه سيسعى أيضا هذا المجلس إلى إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول الداعمة للإرهاب ومتابعة تنفيذ إجراءات التحافظ على أموال الكيانات الإرهابية. أما أخيرا، فبدأت رحلة هذا المجلس حيث وجه الرئيس السيسي خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس بضرورة صياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، فضلا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة لهذا العرض السريع.